تتواصل المشاورات السياسية التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد مع القوى السياسية لاختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة بدلا من رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ. وفيما دعا حزب قلب تونس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أعلنت حركة الشعب رفضها المشاركة في حكومة بها حركة النهضة، وذلك قبيل يومين من انتهاء مهلة اختيار شخصية توافقية. الاحتمال كبير أن نصل إلى اختيار شخصية لرئاسة الحكومة، لكن لن تكون حكومة قوية كما يراد لها. ثانيا، ما نلاحظه هذه الأيام هو نوع من التصعيد في إطار ربما رفع سقف التفاوض لا أكثر ولا أقل، وبالتالي الجميع يدرك أن هاجس أو خطر حل البرلمان هو قائم بشدة تحت قبة البرلمان. وفي حال الإعلان رسميا عن اختيار من يقود الحكومة المرتقبة ويشكلها، تتواصل حالة الاحتقان داخل أروقة المجلس إثر اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أمر يراه متابعون أنه سيؤثر بشكل كبير على سير مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وعقد جلسة لمنحها الثقة، مع استمرار التراشق الإعلامي وتعطل أعمال المجلس. نعرف الجميع يتحدث يعني عن وجود قطبين تقريبا، القطب الأول تمثله النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، والقطب الثاني بقية الكتل والأحزاب. يعني هذا والصراع اليوم يدور بين هذه الكتل، يعني حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة في صراع مع بقية الكتل، ومن الطبيعي أن ذلك سيؤثر على المشاورات مع رئيس الجمهورية الذي قد يجد صعوبات كبرى في التوافق حول شخصية معينة مع كل الأطراف. وقدم إلياس الفخفاخ استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع للرئيس قيس سعيد، فيما أقدم الفخفاخ إثرها مباشرة بإقالة وزراء حركة النهضة من حكومته المستقيلة. وتعالت الأصوات من عدة تيارات سياسية بضرورة تفويض الفخفاخ صلاحياته الدستورية إثر شبهة تضارب المصالح، ما فتح باب الجدل على مصراعيه أمام القوى السياسية والكتل البرلمانية المختلفة. على وقع الوضع المتأزم برلمانيا وسياسيا، يواصل الرئيس قيس سعيد المشاورات السياسية مع الأحزاب الفاعلة لاختيار رئيس جديد للحكومة المرتقبة، فيما ينتظر التونسيون ولادة هذه الحكومة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإنهاء حالة الجدل السياسي. ياسر دبابش، الغد، تونس.